بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الطلاب. راح نتناول بدرسنا لهذا اليوم طريقة التوزيع الإلكتروني. هو صح درس قديم، بس بالنسبة للطلاب اللي احتمال ما فهموا الموضوع بسبب قصر الدرس، راح ناخذ أول شيء موضوعنا. عندنا راح ناخذ ذرتين. عرفنا أنه الذرة هي أصغر جزء من المادة في الكون. راح يعطينا مثلا بالسؤال، المطلوب عندنا نعطيكم احنا مثلا بالسؤال العدد الذري. اول ما نعطيكم بالسؤال ذره عددها الذري مثلا 11، او نعطيكم ذره عددها الذري 17، او يكون عندنا ذره عددها الذري 1 او 2 او 3. نريد نعرف من راح ننطي العدد الذري بالسؤال شلون راح تكون إجابتنا. مثلا نعطيكم العدد الذري هو كذا، ونقول لك ارسم التوزيع الإلكتروني، وبعد ذلك بين نوع الرابطة الكيميائية المتكونة. أول شيء راح تسوي ابني؟ العدد الذري عندنا 11. نعرف العدد الذري يشير إلى عدد منه، يشير إلى عدد البروتونات، ونعرف إحنا أنه عدد البروتونات مساوي إلى منو؟ مساوي إلى عدد الإلكترونات. شحنة البروتونات شنو؟ موجبة. شحنة الإلكترونات نعرف كنا أنه هي سالبة. البروتونات أين توجد؟ توجد داخل نواة الذرة. الإلكترونات أين توجد؟ توجد تدور أو تدور حول نواة الذرة. خلينا نحاول نرسم الرسم حتى يكون توضيحنا أكثر. أول شيء ننتبه على العدد الذري، عدد الذري يبلغ 11. نيجي أولا نرسم النواة، هاي نواة الذرة، ترسم لي إياها هنا بالنص بهالطريقة. عدد الذري 11، نرسم أغلفة إلكترونية، ونعرف أنه الغلاف الإلكتروني، شنو هو الغلاف الإلكتروني؟ هو عبارة عن المدار اللي تدور به الإلكترونات حول النواة. شنو هو غلاف الذرة؟ غلاف الذرة هو المدار اللي تدور به الإلكترونات حول النواة. شوف احنا شقد نحتاج كم غلاف؟ عندنا إلكترونين 3 4 18. هسه نشوف نضوع هنا انه احنا عندنا 11 إلكترون. الغلاف الأول يتشبع بكم إلكترون؟ نعرف كنا يتشبع بإلكترونين فقط. الغلاف الأول اللي يحيط بالنواة يتشبع بإلكترونين فقط. رسمنا الغلاف ورسمنا الإلكترونين. قد بقى عندنا من 11؟ بقى عندنا 9. نفتح غلاف ثاني.